الراجل والست بيكملوا بعض مفيش واحد فيهم دوره اهم من التاني كل واحد ليه دور وليه رسالة واحنا في برنامج ضد الرجالة سوري اشباه الرجال بنعرض معاناة الست مع اشباه الرجال هستني ارائكم لان زي ما اتفقنا دايما رايكم بيكمل راينا هكون معاكم دينا ابو العيلة في برنامج ضد الرجالة علي المنصات اللي هتظهر عندكم علي الشاشة دلوقتي تابعونا النهاردة آه موضوعنا آه عن تعدد الزوجات وخاصة زواج البارت تايم أول حاجة هنبدأ بيها النهاردة حلقتنا وهي الآية اللي كل الرجالة بيستندوا عليها في تعدد الزوجات وهي و وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فمسنا وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن تعولوا دي سورة النساء طبعا ودي الآية الشهيرة اللي كل رجالة تقريبا بتستند عليها نيجي بقى لتفسير الآية دي ليه ذكرنا وإن خفتم ألا تعدلوا لأن ربنا شرط في, في تعدد الزوجات أن أنت لازم تعدل بين كل الزوجات تعدل بينهم عاطفيا وماديا وجسديا وجنسيا غير طبعا امور الحياة الطبيعية اللي هي المسكن والملبس والمأكل والحاجات دي كلها حتى تفسير العلماء هنا والفقهاء جي قال ان حتى لو انت الميل لوحدة اكتر من التانية فبتيجي على حسابها مثلا سيف عدد الايام او في الخروج او في الفسح او في السفر او 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 فانت كده ما تعتبرش بتعدل فهنا انت بتظلم واحدة على حساب واحدة فهنا تعدد الزوجات لا يناسب ليك فحتى ربنا في العاطفة قال له لازم تكون بتحب الاربعة زي بعض فهنا احنا بنقول طبعا في, في, في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها حاليا وفي ظل ظروف الدولة وفي ظل الظروف المعيشة ما اعتقدش ان في راجل هيقدر يعدل في الظروف المادية ولا في الظروف العاطفية بسبب الضغوط اللي علينا كلنا مش على الراجل بس ولا كمان هيعدل في, 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 في عدد الايام ليه؟ احنا عندنا عدد ايام الاسبوع سبعة هيدي كل واحدة يوم هيبقى عنده يومين هياخدهم في رين نفسه يروح بقى يخونهم فيها ما هي مالهاش حل تاني هيروح يخون بقى ما هو مش مكفيه اربعة طيب احنا عايزين دلوقتي نعرض معاكم كده انواع الزواج عموما اول حاجه الزواج الموجود اللي احنا متعارف عليه الزواج الديني والزواج المدني دول الفرعين اللي احنا بنتكلم فيهم هنيجي لانواع الزواج المنتشره دلوقتي اول حاجه الزواج الشرعي اللي كلنا ما عندناش خلاف عليه والفقهاء قالوا عليه ده الجواز الصحيح اللي بيشتمل كل اركان وشروط الجواز الشرعي الشروط الجواز اللي احنا عارفينها اللي هي ايه اللي هي كالتالي اول حاجه رضا الزوجين ان يكون الطرفين على رضا وموافقه بهذا الزواج يعني ما ينفعش اجبار راجل على واحده هو مش موافق عليها عشان ميراث او عشان اسباب تانية ولا ينفع اجبار سيد او سيده او بنت على الجواز من راجل لمصالح شخصيه بين العيلتين او لاسباب تانية فدي كده بالنسبه لنا اول ايه اول بند واول ايه اول شرط من شروط الزواج تاني حاجه وجود الولي لازم يكون البنت ليها ولي وهنا شروط الولي انه يعني يكون اب او اخ اخ من الاخ من الام واخ من الاب يعني يقال ان هو لا يجوز انه ما بيكونش من نفس الدم لكن يقال ان العم او الخال او الاب او الجد او ما يعول البنت في العموم ان هو يكون الراجل العائل الناضج اللي يقدر يحكم ويقدر يختار معاها الشريك المناسب تمام ثلاثة وجود الشهود على الجواز ده بند اساسي جدا يعني انا ما ينفعش اعمل جوازة بورقتين من غير شهود والا يكون اركان الجواز هنا ناقصه ركن فبالتالي الجواز ده يكون باطل رابع حاجه آه ان انت تدي مهر للزوجه عامه احنا دلوقتي في مجتمعنا زمان كان ايام زمان كان المهر بيكون مبلغ عشان عروسه بتجهز بيه بيتها ونفسها وكذا دلوقتي في ظل ظروف المعيشه بقوا يتقاسموا شويه حاجات كده فالمهر بيكون ممكن يكون رمزي المهم يكون في مهر متفق عليه حتى يعني ايام الرسول كان, بي... كان بيقول له لازم تديها آآ آآ الصداق بتاعها حتى لو خاتم من حديد بس لازم يكون في مهر هي ترضى به تمام ده بالنسبه لاركان الجواز الطبيعيه الشرعي اللي احنا بنتكلم فيه تاني حاجه زواج البدل هتقولوا لي يعني ايه زواج البدل يعني انا اقولك انا هتجوز مثلا اختك وانت هتتجوز مثلا بنتي ده اسمه جواز البدل ان انا شرطت هنا الجواز بتبديل، انت هتتجوز حد من عيلتي قصاد ان انا اتجوز حد من عيلتك، فالزواج ده هنا الفقهاء حرموه شرعا لانه بيشترط بيشترط فيه لا يشترط فيه المهر وده ظلم المرأة، اي عقد زواج فيه ظلم او او قهر لحقوق المرأة بيكون عقد باطل وده كلام الفقهاء طبعا مش كلامي، الزواج التالت هو الزواج العرفي. زواج العرفي ده بيكون جواز بيتم بموافقه الطرفين الزوج والزوجه او الرجل والمراه بيمضوا فيه على ورقه هما الاتنين بيكون محدد المده آه وبيكون كمان. آه محدد زي ما قلنا محدد المده وبيكون ملوش طبعا مؤخر ولا ليه اي حاجه ولا في شهود ولا في اي حاجه والعقد ده اساسا الفقهاء ورجال الدين حرموه شرعا لان قالوا احنا هنا مش بنشتري ارض حتى لو تم تصديقه فهو ما اكتملش شروطه يا جماعه ان هو في ناس بتقول انا هروح اصدق الجواز لا لازم تشهره وتعلنه وتجيب عليه شهود ويبقى عقد متكامل الاركان طيب زواج المسيار زواج المسيار هنا المفاجأة اللى هتحصل لكم إن هو حلال شرعا أكتر من جواز العرفي ليه بقى لأن جواز المسيار هو عقد بيتم الاتفاق, الاتفاق عليه ومستوفى كل الشروط ولكن المرأة بتتنازل فيه عن بعض حقوقها وبمزاجها وبكامل رغبتها سواء السكن أو النفقة أو المبيت وده بيكون اتفاق بين الرجل والمرأة لكن عقد الجواز نفسه ارقانه مستوفاه ده كمان بيكون المراه بتاخد مهر بمبلغ معين بيكون محدد في عقد الجواز فعشان كده هنا فقهاء ورجال الدين حللوه عن باقي آه العقود او عن الزواج العرفي عموما وزواج البدل آه انقسم الفقهاء هنا في جواز المسيار لثلاث حاجات مانعون انه هو مكتمل الارقام بس بيخالف الشريعة عشان المرأة بتتنازل عن جزء من حقوقها زي السكن او النفقة زي ما هي ايه آه بيتم الاتفاق عليه ، مجيزون جازوا في بعض الحالات لانه بيخدم مصالح بعض الافراد سواء الرجل او المراه في طبيعه حياتهم سواء هي مطلقه سواء في حاله معينه فهو مناسب ليهم لكن الفقهاء ورجال الدين هنا قالوا ان الجواز العادي افضل بكتير قوي من جواز المسيار ، المجيزون مع الكراهه اجازوه الفقهاء هنا لكن ان هو مهين لحقوق وكرامه المراه فشرعا هو غير مستحب او مكروه زي ما بنقول زواج المتعة زواج المتعة ده مرفوض تماما ليه؟ لانه ب... الست هنا انا جاي اتجوزك مقابل مبلغ من المال ومقابل مدة معينة فده جواز اساسا باطل من البداية لانه مشترط لحاجات غير شرعية فهنا الجواز ده هم الفقهاء ورجال الدين قالوا عليه ان هو جواز باطل طيب الجواز المدني الجواز المدني اللي هو منه اختلاف الاديان او الجنسيات يا اديان يا جنسيات ولازم يكون البلد اللي انت فيها بتؤيد الجواز المدني كقوانين مش كدين كقوانين تكون بتؤيد الجواز المدني لان الجواز المدني خاضع للقوانين اكتر ما هو خاضع للدين والشرع بس هو شرعا هو حلال حتى لو الدولة اللي انت فيها لو انت مثلا اتجوزت في بلد تانية بتبيح الجواز المدني وجيت في مصر هنا مثلا ما بتبيحش الجواز المدني بيحترموه بيوافقوا عليه وما ينفعش حد يعارضة لانه نوع من انواع الجواز الشرعي تاني تالت المهم بقى بالنسبة لنا دلوقتي جواز البارت تايم الكارثة الكبرى جواز البارت تايم دلوقتي في انا دلوقتي سن الجواز اتقدم عليا او في مطلقات موجودين كتير قوي على الساحه او في المجتمع دلوقتي المرأة الست دلوقتي في الجواز المدني بترضى بالقليل بترضى ان هي تتنازل عن, عن عن حقها في الزوج اول حاجه هي بتشوف ان هي انا مش فاضيه انا عندي اولاد من الجوازة الاولانيه فانا اوريدي مش محتاجه اولاد فانا مش فاضيه فانا كفايه عليا يومين في الاسبوع لان هي طبعا في الشغل عشان تصرف على الاولاد لان الجوازه الاولى الست هنا مش شغال عندك للراجل عموما الست هنا ليها روح وليها قلب وليها حياة وليها عقل انت هنا يا ماما محتاجة واحد تقول له بحبك يقولك وانا كمان وهنا اسمه غباء عاطفي انت بصة تحت رجليك انت دلوقتي شابة وعندك مجهود وعندك صحة وعندك جمال انت بتقدمي في الجواز ده جمالك بس ما بتقدميش اي حاجه تانية طيب فكرتي بقى لما العمر يتقدم بيكي ايه اللي هتقدري تقدميه ما هو الجمال مش هيكون موجود فانت كده بتبص تحت رجليكي وده غباء عاطفي فانت دلوقتي في علاقه انت بتستكفي برجل يومين في الاسبوع لكن انا رايي الشخصي ان انت دلوقتي شبابك ده لازم تستثمريه في راجل تكبري معاه تعيشي على قدك وعلى قده في المعيشه وفي الماديات، تكبروا مع بعض وتعيشوا مع بعض وتعيشوا ظروف بعض وتعيشوا تفاصيل بعض. الجواز يعني حد امشي انجزه في الشارع، حد اعمل اكله حلوه واقعد انا وهو نتغدى وبعد كده نشرب حاجه يحكي لي عن يومه واحكي له عن يومي اتونس بيه ويتونس بيا حتى لو ربنا ما أرد ما أرد لناش باطفال، لما بنيجي نكبر بنبقى عكاز بعض، بنبقى عشنا ظروف بعض وحياه بعض، عشنا الوحش قبل الحلو. الجواز مش ان انا اقابلك في ويك نخرج مع بعض ونبقى فرحانين مع بعض، لأ ده مش الجواز. الجواز إن أنا في الويك إند أفكر في حاجة كرييتيف عشان أجدد بيها العلاقة. بلاش نبص تحت رجلينا، فأنا بستثمر في العلاقة كل الحاجات دي الحب والعاطفة والسند والأساس وببني وبستثمر عشان لما أكبر في العمر وما ببقاش قادرة الاقي رصيد اسحب منه من الراجل ده الاقي حد في ظهري حد واقف لي عشان لما اتخانق في شغلي اقول لهم لا على فكره انا مش جعانه ومش واقفه على شغلكم انا عندي راجل بيصرف عليا بس انا بشتغل ترفيه عشان بس ذاتي مش اكتر مش هبقى خايفه اسيب شغلي وعماله اجري واجري هنا واجري هنا عشان اجيب قوت يومي واصرف على عيالي اللي في البيت الجواز يا ماما ان هو يصرف عليكي ويتحمل مسؤوليتك لكن الجواز البارت تايم انا الشرعي اللي بيكتمل البنود والاركان الشرعيه اللي شرحناها من شويه مفيش مشكله خالص بس مناسب لناس في ظروف معينه لكن انا ما بايدوش للاسباب اللي انا بقولها دي لان هي في مجتمعنا جائز جدا ومش حرام زي ما الشرع قال لكن دلوقتي في مجتمعنا في ناس بتستغلوا غلط، ملوش أي أركان ومفيش حقوق للمرأة ومفيش مهر ومفيش مؤخر صداقة ومفيش شهود ومفيش أي حاجة، إحنا بنتجوز سوري يعني قلبناه جواز متعة، لكن جواز بار هو مش جواز متعة، فما ينفعش نحط تحت البند ده. ففكروا واعقلوا واستثمروا شبابكم في وقتكم في رجالة تحبوكم وتحبوهم تتسندوا عليهم وتسندوا عليكم عشان أما أكبر بالعمر أقدر ألاقي رصيد حب ورصيد حياة ورصيد سند اسحب منه لي وليا هستناكم الحلقة الجاية في ضد الرجالة وما تنسوش لايك وشير للفيديو وتابعوني على المنصات اللي بتظهر في الشاشة هستناكم الحلقة الجاية